كثيرة. هند الطاهر يمر مع جاكو ولكن مستخلص الكرة، عادت في منتصف الملعب، تقدم حاضر أمامنا عن طريق حمادي بوان جيرو، هيثم مصطفى استلام في منتصف الملعب من جانب هيثم، وكرة وصلت أمامية إلى صالح ناكولاما. كاريكا مهند الطاهر يلعب كرة، يلا كاريكا يحاول المرور، يلا كاريكا انطلاقة في الأمام، كاريكا يضعها يا سلام مع تقدم كوت ديفوار، يأتي صقور الجديان بهدف الأول لصقور الجديان، متأثر كاريكا يفعلها كاريكا، والله عليك يا كاريكا يا مزيكا، ناديناك ناديناك يا راجل، قلنا لك شغل المزيكا، وكأنه يعرف بأن كوت ديفوار ستتقدم الآن، إذا أخبار سارة تأتي من هناك، ومدثر كاريكا يتقدم للأمام ويضع الهدف الأول لصقور الجديان. كاريكا كاريكا يا مزيكا، كاريكا يا مزيكا، والعربي الله عليك، بالفرنسي أنت أنتيكا يا أخي، بالهندي أنت تيكا تيكا، حتى بالهندي أنت تيكا تيكا، بكل اللغات يا كاريكا يضع الهدف الأول، وفرعة ثنائية لمنتخب السودان. حتى الآن منتخب سهل العاج يتقدم، وصقور الجديان الآن تتقدم بهدف عن طريق المزيكا، مدثر كاريكا. نحتاج للاعبي وسط لتفعيل دور الوسط الهجومي، لتفعيل دور الوسط الهجومي، لأنه واضح تماما معدل اللياقة نزل، أو عامل الإرهاق وليس اللياقة. كاريكا يلا كاريكا يلا الجديان التي تحلق في بطولة الشاد وتأتي بالأمان، هدف ثاني إذا يأتي، غلطة الشاطر بألف والتمرير العالية، كاريكا يفعلها من وين؟ من أكرم الهادي، من أكرم الهادي قطعت دربها وطريقها، أتت لمدثر كاريكا، والهدف الثاني يأتي الآن، الهدف الثاني إذا يأتي عن طريق مدثر كاريكا، هدف فيه الطمأنينة وفيه الأمان، وافرح يا أكرم الهادي، وقبل شعار السودان، ونحن نقبل رؤوسكم، تسلم رؤوسكم، تسلم رجليكم، وتسلم البطولة جابتكم يا شباب، تسلم البطولة جابتكم يا شباب.